هل نكن عداوة للشعب المغربي؟ أبدا. ويخطئ من يسيء الظن به. قيل أن الشعب المغربي ساعدنا البارح واحنا قلال الخير. احنا دفعنا الثمن من أجل تحرير الشعب المغربي. احنا دفعنا الثمن. ما زالوا في هذا القاع ناس أحياء كيف تخلوا عنا؟ ليس الشعب المغربي الذي تخلى عنا أثناء حرب التحرير عندما تعهدنا بأننا سنخوضها حربا شعوى حتى نطرد الاستعمار. فماذا وقع؟ وقع اتفاقيات مع الاستعمار الفرنسي، وقعد الشعب الجزائري وحده في الساحة يقاتل بكل السماتة. إذا كان نكلم التاريخ ونكلم التاريخ الحقيقي، احنا دفعنا الثمن، ودفعنا الثمن غالي جدا. عشر السكان متاعنا، 8 سنوات متاع الحرب، التشريد، التقتيل، السجون، والناس كانت تتبحبح في ملذات العيش. الواقع نعم، هذا التاريخ، هذا هو التاريخ وهذا هو الواقع. كنا نتمنى أن تستمر المعركة، المعركة على مستوى المغرب العربي، لكي نبني مغربا عربيا أساسه وقاعدته مصلحة الشعوب. ولكن المصلحة الاستعمارية ومصلحة الطبقات حالت دون تحقيق هذا الهدف. والناس كانت تتبحبح في ملذات العيش. الواقع نعم، هذا التاريخ، هذا هو التاريخ وهذا هو الواقع. كنا نتمنى أن تستمر المعركة، المعركة على مستوى المغرب العربي، لكي نبني مغربا عربيا أساسه وقاعدته مصلحة الشعوب. ولكن المصلحة الاستعمارية ومصلحة الطبقات حالت دون تحقيق هذا الهدف وحالت دون تحقيق هذا الحلم. هكذا وقف العالم يصفق للجزائر عندما دخل هواري بومدين العام 74 مبنى الأمم المتحدة حاملا معه رياح الثورة متحدثا بلغة الضاد. محمد بوخروبة ثاني رئيس للجزائر المستقل ابن فلاح بسيط حمل معه المبادئ الوطنية منذ الصغر. رفض التجنيد الإجباري وفر إلى تونس ملتحقا بجامع الأزهر ثم إلى القاهرة. في نفس الوقت كان يناضل في صفوف حزب الشعب الجزائري، ثم شرع في التدريبات العسكرية، وبعدها أشرف على إدخال الأسلحة إلى المنطقة الخامسة وهي الولاية التي سيتولى قيادتها عام 57 ليصبح قائدا لهيئة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني عام 60، وزيرا للدفاع غدا الاستقلال، ثم رئيسا للجمهورية بعدما عرف آنذاك بالتصحيح الثوري. محمد بوخروبة ظل يحمل أسماء الشهداء الذين عرفهم في ذاكرته، وهو يقول أن الحفاظ على الجزائر وفاء لتضحيتهم. نترحم على شهداء الحرية